أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة من برنامج أخبار البلاد. خصصنا هذه الفقرة لمركز الأمل للصم وضعاف السمع. هذا المركز تنقل من مدرسة لمدرسة والآن موجود في مدرسة شهداء جنين في منطقة بوهديمة في بنغازي. الطلبة تأثروا يعني في فترة الحرب اللي فاتت تأثروا واجد، توقفت دراستهم. حنسلط الضوء اليوم عليهم، حنسلط الضوء على أولياء الأمور، خاصة أن هم يتنقلوا من مكان بعيد، يعني في مناطق يعني تصل المسافة إلى 50 كيلو، يجوا عشان يدرسوا أبنائهم في مدرسة الصم والبكم، مركز الأمل للصم وضعاف السمع. مشاهدينا الكرام، نبدو لقاءاتنا مع الأستاذ علي شوبي وهو رئيس القسم التعليمي بمركز الأمل للصم وضعاف السمع. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم ومرحبتين، شرفتونا. أستاذ علي، في البداية المركز يعني عانى مشاكل واجد، خاصة أن المركز من قبل كان في منطقة اشتباكات، فالسنة اللي فاتت كانت سنة يعني قصيرة بالنسبة لكم، يعني تقريبا أشهر، والسنة هذه تو كيف بديتوا التعليم الحقيقي يعني نقدر نقوله، فالتنقل هذا كيف يأثر على الطالب، وفي نفس الوقت ليش الصعاب اللي واجه فيهن مركز الأمل؟ والله هو ما يخفش على حد ان المركز طبعا يقع في منطقة الاشتباكات ومنطقة، وطبيعي ان بعدها عانينا مشاكل، ويعني نتذكر لما طلعنا من مركز مقر المركز الرئيسي في العام الدراسي 2013، خذينا عام بعدها ما اشتغلناش او ما فتحناش مدرسة نظرا لظروف مدينة بنغازي وقلة المدارس الموجودة فيها، لكن بهذه الظروف هذه كلها ما اخفيناش يعني او ما تكاسلناش او ما تقاعدناش، بدينا نبذل بجهود ونتحرك كاسره مركز، والحمد لله بفضل الجهود والتعاون من الجميع في عام دراسي خذينا مدرسه تجربه الطاقه في الحدائق، وكانوا مشكورين في تعاونهم معنا وفتحوا لنا المدرسه، خذينا فيها عام دراسي اقصر من القصير. كم يعني متى؟ متى هذا العام الاول خذينا متى حوالي شهر، بعدها يعني نفس ما انطبق على مدينه بنغازي في التعليم العام طبق علينا، خذينا شهر او اقل مراجعه، وبعدها خضعنا الامتحانات. جاء العام الدراسي اللي يليه اللي هو 2014-15، عودنا الكرة مع مدرسة تجربت، وكانوا في نفس الوقت مشكورين، أتاحوا الفرصة للمرة الثانية واشتغلنا عام دراسي يعتبر كامل، يعتبر كامل في الزمن لكن قصير في الحصيلة في التوقيت، لأن فترة كانت قصيرة يعني، ويوم بعد يوم نظام الدراسة يوم بعد يوم، يعني كنا ندرس 3 أيام في الأسبوع وثلاث ساعات في اليوم، لكن بالحمد لله بتكاثف الجهود تغلبنا على هذه الصعاب ومشينا العام الدراسي ونسبة ممتازة، وخير دليل أن طلبة الشهادة الثانوية عندنا امتحنوا على مستوى المنطقة الشرقية في مدينة البيضة وكانت نتائجنا جيدة ونسبنا عالية. خذينا بعدها العطلة الصيفية، ما يعني هذه عطلة الصيفية اللي فاتت، فقعدنا كلنا نسعى خلال العطلة بالتعاون مع بعض ونسعى لإيجاد مدرسة أفضل في السعة أو في التوقيت، والحمد لله التجأنا لله ثم لمديرة المدرسة الأبلة مريم الدرسي، مشكورة جدا على إتاحة فرصة أمامنا وجينا. لما طيب أنتوا طلعتوا من المدرسة اللي فاتت عشان مشكلة أن هي يوم بعد يوم، ولا يعني في كلية أخرى أو في جهة أخرى أخذت منكم المدرسة؟ لا، نحن طلعنا على أساس أن هي المدرسة يوم بعد يوم، وفيها يعني عدد الفصول كان فيه نقص شويه، يعني ما خذيناش، كانت المدرسه مش مناسبه، مش تقول مش مناسبه للتوقيت او للعدد اللي عندنا، فجينا لمدرسه شهداء جنين اللي ترأسها مديرتها الأبلة مريم، يعني اتاحت لنا الفرصه ورحبت بينا، ودرنا اجراءاتنا المعتاده الروتينيه الاداريه اللي ما بين التضامن والتعليم،
ومشكور حصلتوا على المدرسة. مشكور التعليم وتحصلنا على المدرسة وبدينا العام الدراسي فعلا يعني بدينا متأخر شوية نظرا أن المدرسة كانت فيها شوي صيانة ونحن كنا مش مرتبين أمورنا، يعني تو بدينا العام الدراسي لنا حوالي 20 يوم كهي، ونقول الحمد لله إن شاء الله يعني تكون بداية موفقة. في بعض النواقص يعني في المنهج مثلا زلنا ما قدرناش نصوروه ونوزعوه بالكامل على بس حكيت لي قبل ما نصوره ان اول مره تحصلوا المنهج يعني كامل لصم والبكو لاول مره هو يطبق طبعا على مستوى المنطقه بالكامل، هو منهج خاص بالصم والبكم وجانا من هيئه التضامن، لكن ما زلنا نحن نعاني في مركز الصم بقله امكانيات ان نحن نتمكن من تصويره على كل الطلاب ولكل المدرسين يعني. هذه هي المعضلة اللي هي عندي في المنهج الوقت الحالي توا. نحن طبعا ناس الحمد لله بفضل ان انشأنا معهد عالي او مركز عالي للتعليم الاصم، يعني لو يجهز سريعا المركز اللي في منطقة القوارشة نقدر نبدا حتى في المعهد العالي ويكون درجة الجامعة وتتاح فرصة تعليم اكبر لهذه الفئة، وإن شاء الله ربك يوفق الجميع ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. شكرا لك أستاذ. نشوفوا مع بعضنا في فصل ثالثة ابتدائي، طالبة تقري فيهم في العشرات والمئات والأحد، وشوفوا الطلبة كيف متجاوبين معاها، هذا دليل على النباهة والذكاء ومبسوطين في الدرس، يعني مش متضايقين، يا حاسين ان المعهد هذا بيتهم الثاني. شوفوا الطلبة كيف جاوبوا، حرين يصبي يقمعز، يعني ما فيش خوف من الأستاذ وفي انضباط في نفس الوقت. هذا درس رياضيات للفصل الثالث ابتدائي. لكن المشكلة ما زالت موجودة أن في فرق في الأعمار بين الطلبة، هذا دليل على أن الأهل ما يجيبوش في طلبة يعني أولادهم في الوقت المفروض أنهم يدخلوا فيه في المدرسة. نشوفوا في طالبة تحاول تحكي لي، بس نحاولوا حنحصلوا حد يترجم لنا. في القناة تشوف يعني تشوفي فيها في القناة هكي قالت يا أستاذة. قالت شنو؟ عوديها تشوفي أنا وماما. بيت تحبيني. شكرا. يعني تفرج عليه الكورسون. مشاهدينا نحن دخلنا في فصل ثانية تمهيدي، عندنا طالب اسلام وبشرى، حنعرفوا بس شوفوا بس الجمال كيف كاتبين الحروف. لازم من انت كتبتيها؟ هذا حرف الذال. ذال حرف حلو. جميلة بعيونها سمح، كيف نقولها عيونها سمح؟ ما شاء الله عليها، ربي يخليها. هذه من طالبات الممتازات يعني اللي عندك. يعني نشوفوا مشاهدينا طالبة كم عمرها تقريبا؟ 8 سنين، تقرا في سنة ثانية تمهيدي، يعني نقدر نقول الطالبة هذه ماشية تمام صح؟ كويسة نموذجية، يعني بادية 6 سنين وتوا في السنة. تمام كويس بك. ما شاء الله. طالبة كذلك شنو اسم هذه؟ ليلى. الأب أصم والأم ما شاء الله خطهم جميل بكل سنة ثانية ابتدائي، يعني لاحظوا كيف الخط جميل كيف منظم.
الحروف لازم يكون ملونات عشان يلفتن النظر. ما شاء الله طالبة عيونها جميلات حتى هي. كيف نشوفوه؟ كان نشوفوه؟ شوفوا. ما شاء الله. فهمتني فهمت. لاحظنا استاذ علي ان في الفصل فيه مساعد مدرس وفيه المدرسة، يعني في البداية شنو وظيفتها مساعد المدرس والمدرسة كذلك، يعني كيف ممكن ان هي تكون مدرسة للفئة هذه؟ هو نحن طبعا الان موجودين في فصل سنة ثانية تأهيل ما يعادل المرحلة الثانوية في التعليم العام. المادة طبعا او الحصة اللغة العربية في نظام تعليم فئة الأصم أو الإعاقة بصفة عامة، ضروري من وجود مدرس ومساعد مدرس على أساس أن المدرس المساعد يكون معاون للمدرس في السيطرة على الطلاب على الفصل. زيد عن ذلك نعتبر فيها نحن من باب التعليم وإعداده على أساس بعد سنة أو اثنين يكون مدرس رسمي، لكن يعني في خطة تعليم الأصم متواجد المعلم ومساعد المعلم، لأن المعاق أو الفئة تحتاج لرعاية خاصة ووضعية فصل بوضعية خاصة. نحن لو موجودين في معهد الصمت ستجد الفصل على نظام سداسي مش بالوضعية اللي توا، باش يكون لأن الأصم يعتمد على النظر والتعليم يعني المدرس يعتمد على الإشارة، فضروري يكون الطالب والمدرس في مواجهة بالكامل، ما يكونش واحد وراء واحد، يكونش الرؤية محجوبة عليه. طيب يعني المدرسة باش تكون مدرسة للفئة هذه، هل محتاجة لدورات خاصة، محتاجة أن هي تكون مثلا متخرجة من معهد معين، ولا بس تخرجها من معهد المعلمين يأهلها أن هي تدرس الفئة؟ مش يأهلها، هي طبعا تملك طرق التدريس، تملك الموهبة، تملك القدرة، المؤهل العلمي، هذا ما يتنازعش الاثنين، لكن نحتاج لتأهيلها في الفئة وتعلمها للغة الإشارة وتعاملها مع الأصم. يعني يفترض أن يكون في تعليم في الجامعات، يكون كليات خاصة بطريقة تعليم الفئة الخاصة أو التربية الخاصة يطبق عليها. نحتاج فعلا لدورات سواء داخلية هل توفروا في الدورات هذه؟ والله بحسب إمكانياتنا داخليا نحاول بقدر الإمكان، يعني قبل بداية العام الدراسي نتيح فرصة دورة بالذات للمدرسين الجدد، لكن ما نعتبرش فيها الكافية بالدرجة أنك أنت تهيئ بها مدرس يقدر يتعامل مع أحد في الأصم وتعتمد عليه أنت كمدرسة. طيب أستاذ علي، الطلبة يعني نلاحظوا فيها ما شاء الله نبيهين وكبار، هل لما يطلعوا من المعهد يدخلوا الجامعة على طول ويدرسوا فيها؟ كيف الوضع؟ لا، هو للأسف أنه طبعا في ليبيا لغاية اللحظة هذه ما وصلناش بهم لمرحلة الجامعة، لكن نحن على فكرة يعني العام الدراسي الحالي اللي هو 16 اقترحنا فكرة وحصلنا عليها موافقة من الهيئة بإنشاء معهد عالي، يعني يكون بمثابة مستوى الجامعة، لكن نظرا لوضعنا وإمكانية الدولة وإمكانية البلاد ما زلنا لعند اللحظة تأخر الخطة، تأخر يعني نحن سعيين بإذن الله وبقدرة قادر أن ممكن يكون بداية السمستر الأول بالمعهد العالي يكون في شهر 2 القادم إن شاء الله. يعني نلاحظوا أستاذ أن طلبة كبار شوية في الحمر 5 ابتدائي، شنو السبب؟ السبب طبعا هو تعليم فئة الأصم تختلف اختلاف بسيط عن التعليم العام. أولا هو الطالب ما يجيش من الأسرة، مش الأغلبية لكن نحن نحكم بصفة عامة، أن ما يجيناش في المرحلة سن الدراسة اللي هي 6 سنوات. أحيانا بالذات الطلبة اللي هم يجوا برا من مدينة مغازي، مع احترامي للناس اللي تسكن برا من مغازي، يجيك يعني متقدم شويه في السن، كبير شويه كم يعني تقريبا؟ يعني عاده يجي 7 مثلا، يجي 6. ما نقولوش نحن كبير واجد، لان ما تقدرش تمشيه مع الطلبه اللي معاه، بالاضافه انه ياخذ سنتين تمهيدي. طبعا الطالب خاضع لعمليه رسوب ونجاح، ربما يتاخر لك سنه او اثنين في مرحله قبل ما يوصل، مثلا ممكن نقول مثلا الطالب تاخر سنه رابعه يمشي عليه عام كامل.
فهذا السبب، لكن نحن سعيين ان شاء الله ان يكون فيه. يعني في رايك ان في نقص في التوعيه بالنسبه للاهالي، خاصه لما يكون عنده فئه يعني هو مش معاق، هو انسان فاقد حاسه من الحواس. فاقد حاسه طبعا تعتبر من سلطان الاعاقه الاصم، لكن كم انا طبعا بحكم اخصائي اجتماعي وخبرتي في المجال، تحس ان المجتمع الليبي مجتمع ضيق مغلق، يعني يتحشم او يحس ان الشخص معاقبه حاجه عيب يعني بدسها، فما حاول ما يطلعش للمجتمع بسرعه وما او هو في نفس الوقت مش قادر يتعامل معه، يقول لك والله هو تو كيف يتعامل معه، فخليه قاعد وياكل ويشرب لكن الحمد لله ان شاء الله نسعى ونحن والاعلام ونحن والناس المتخصصه والمسؤوله ان نقدر نوصل ونوعي الاسره ونوعي الطالب ويعني الحمد لله بدا في انفتاح يعني عن السنوات الفائته. يعني تحس ان في بدايه يعني مثلا ازدياد في العدد؟ والله فيه يعني، ولا على استحيائك الازدياد؟ مش هذاك الاستحياء ولا هذاك الزياده، يعني في دائما في الوسط ان شاء الله نقولوا ماشيه الامور تكون للاحسن. خلاص نستمر نشوفوا باقي الظرف. عندنا لقاء مع الأستاذة نادية العوامي وهي رئيسة المكتب الاجتماعي في مركز الأمل للصم وضعيف السمع. أهلا بك أستاذة نادية. أهلا بك، أهلا وسهلا. أستاذة نادية، في البداية يعني لاحظنا أن في مشكلة اجتماعية يعانوا منها طلبة الصم والبكم، كيف قادرين إنكم في المركز تحاولوا إنكم توعوا الأهل بضرورة الدراسة، ضروري إن الطالب يدخل في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في عالم المدرسة؟ كيف يعني كيف تشرحي للأسرة إن المدرسة هذه حاجة ضرورية جدا، وطالب اللي عنده مشكلة في السمع أو في الحديث كيف أي طالب آخر محتاج للمدرسة كيف ما محتاج لأسرته؟ تمام، أكيد. طبعا الطالب الأصم هو كيف الطالب السوي، عبارة أنه هو إحنا نسمه فيه فاقد حاسة من الحواس، لكن قدراته العقلية قدرات سليمة، لأن من ضمن شروط القبول اللي إحنا نقبل بها الطالب أنه يكون الطالب ما عندهش ازدواجية إعاقة، أي إن ما يكونش أصم أبكم وعنده إعاقة تانية زي تخلف عقلي زي التوحد زي أي إعاقة أخرى مصاحبة، فهذين الأمور هذين ما نقبلوش فيه، نقبل الطفل اللي يكون قدراته العقلية سليمة. تمام، مجرد ما يبدأ البداية العام الدراسي يبدأ بمرحلتين، إحنا تختلف طريقة التدريس زي ما أكيد ما وضح لك الأستاذ علي عن التعليم العام باعتبار في مرحلتين تمهيديات بعدين يدخل الطالب الصف الأول ابتدائي، لكن احنا هنا الأساس طبعا الأسر، في من الأسر المتعاونة معنا جدا جدا في إن هي ساعية لأنها يتعلم أطفالها، ساعية إن هي تطلع بالطفل الأصم للمجتمع الخارجي، وبالتالي من خلال المركز هم هذا مكانهم الوحيد اللي طبعا يتعلموا فيه وياخذوا فيه دروسهم، لذلك تجد أولياء الأمور متعاونين بصراحة الأبعد حد معنا، وبعض أولياء الأمور في مش كلهم للأمانة في قصور بسيط في أنك أنت كيف توجه ابنك، كيف تعلم ابنك، كيف التعاون برضو بين الأسرة والمركز، محتاج الطفل الأصم الدعم النفسي كيف أنه يتجاوز المرحلة هذه، كيف أنه يتخطى صعوبة حتى الأسرة نفسها، ومع العلم أن في أسر وفي أمهات كان يجنى للمركز محتاجات بعض الإشارات، فقدت الإشارة التواصل بينها وبين ابنها، فكنا نحن نسعى نحن ندير ندوات بسيطة للأم كيف هي تاخذ تعامل مع ابنها بالضبط مع ابنها. احيانا الامهات يجنى في مرحله الابنه بالذات، انا اخص لك بالاناث، في مرحله سن المراهقه تواجهها صعوبه ان الابنه متمرده على الام، ان الابنه منطويه الفتره الاخيره، ان الابنه حزينه تعاني من ظروف معينه، فنحن نحاول بقدر الامكان نقول لك برغم حتى نحن عندنا يعني حضرتكم في المدرسه اكيد حتى الظروف الماديه مأثره عليكم المواصلات، يعني هل المركز ولا صندوق التضامن يوفر لكم في المواصلات بحيث انكم تأدوا يعني عملكم على اكمل وجه؟
لا والله للأمانة بصراحة المواصلات سنين الأولى من بداية المركز أو بداية حتى أنا عملي فيه كان في مواصلات، لكن السنوات الأخيرة للأسف صراحة ما فيش مواصلات. كان حتى المدرسات نفسا حتى هيئة التدريس نفسها كان يعانوا من مشكلة المواصلات. حكيتي لي أستاذة نادية أن حضرتكم عندكم جانب اجتماعي آخر، يعني حتى مثلا الطالب لما يتخرج يقعد يدور على عروس يجي هنا ياهي ويحاول أن هو ياخذها حتى هي تكون يعني فاقدة حاسة السمع لأن تتوفر الإشارة، فعلقينا على الموضوع هذا. طبعا يعني حالات واجدة للأمانة، طالب لما يتخرج والأسرة جيل هي الأب ولا الأم ويجوا يقولوا لنا نحن أنتم باعتباركم أنتم تعاملوا مع صم الشريحة هذه تشوفيني يا ريت تشوفي لي يعني من البنات، فنحن كنا نوافقوا حقيقة كنا نوافقوا وحالات واجدة يعني نقول لك في العام الدراسي ممكن من 3 إلى 4 حالات جواز أو خطبة تم، يعني تو أنا حاليا شهر تو 2 عندي عرس حتى هم نفس الشباب اللي معانا، فالجانب هذا نحن نسعوا له ونحاول نوفقه فيه لأبعد حد بصراحة. طيب بالنسبة للمجتمع هل يتقبل البنت لما تكون صماء؟ هل يتقبلها مثلا في المجتمع أو لا؟ لا أكيد مجتمعنا أصبح واعي لدرجة كافية، خاصة أنا نقول لكم ما زلت نكرر فيها أن الأصم شخص سوي قدراته العقلية وبالعكس هو يمتاز بالذكاء يمتاز بالفطنة يمتاز بالجوانب سبحان الله، يعني ربي خذ منا شيء معين، خذ منا حسة السمع والنطق لكن عوضه بإمكانيات أخرى، حسة النظر عنده قوية جدا لذلك هو يلاحظك من سمات وجهك حتى تعبير وجهك سواء كنت حزينة والله مبسوطة يشعر بها. أنا كنا في الفصول يعني في وحدين عرفوني يشعر بها الأصم، يعني عنده فطنة وذكاء حتى يتفرجوا على التلفزيون وممكن حتى من حركة الشفاة يفهموا، هم أكيد من تعبير أنا قلت لك تعبير وجهك يفهموك يا بال حركة الشفاة لما تنطقي أي حرف كان عن طريق الشفاة أكيد هم حيفهموك، لذلك هم اللي يحتمل زي ما قلنا زمان كانوا يقولوا سلطان الإعاقة، يعني إعاقتهم عن الإعاقة الثانية هم من أسهل العقاد، بس يبوا من يتعامل معهم بالإشارة، يفترض المجتمع يعرف كيف يتعامل. نحن نسعى حاليا إقامة دورات في الإشارة للمجتمع الخارجي، يعني لما موظف كيف يتلقى عندنا الإشارة، موظف كان في جوازات ولا في مصرف عام ضروري يتعامل مع الفئة هذه لازم يتعلم. نحن نسعى حاليا حاطين خطة بإذن الله على أساس إحنا دايرين دورات للأشخاص العاديين اللي هم الموظفين اللي في الدولة أن هم ياخذوا إشارة وفي نفس الوقت مطويات وكتيبات، يعني يفترض نحن نسعى أكثر باش نوصلوا للطفل هذا للمجتمع الخارجي. طيب لو كان في أكيد طبعا طلبتك قاعدين يتفرجوا عليك توا، فشن تحبي تقولي لهم بلغة الإشارة؟ أكيد أنا أبلة نادية وهذه إشارتي، أنا طبعا أحبهم كلهم الصم وأنا من زمان فترة طويلة وما نتخلش عليهم بإذن الله، حنكون معاهم لآخر المشوار بإذن الله. شكرا لك أستاذة نادية، شرفتينا اليوم في برنامج أخبار البلاد. مشاهدينا الكرام عندنا لقاء مع الأستاذ الفنان أحمد بوفردة وهو رئيس قسم النشاط في مركز الأمل للصم وضعاف السمع، أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، يعني سمحنا بنجلس وحدك شوية، يعني النشاط بالنسبة للصم والبكم شنو أهميته؟ يعني هل هو مهم إنه يكون عندهم نشاط يعني مسرحي نشاط مثلا رياضي؟ هل هم يعني محتاجين أكثر من يعني نقولوا الأطفال الطبيعيين أو الشباب الطبيعيين ولا يعني بطريقة متساوية؟ هي النشاط عامة في جميع المؤسسات التعليمية يعني شيء مهم جدا، أولا باش نخلقوا من خلال الشباب والأطفال والبنات نشوفوا الشباب اللي عندهم المواهب في جميع الأنشطة الرياضية وألعاب القوى والجري والطائرة والتنس والمسرح، وهذه المؤسسة مؤسسة عريقة وتعتبر من الستينات وأسسوها شيابنا الله مغفر لهم ويرحمهم الناس من خيرة رجالات بنغازي
أنا لا أذكر الأسماء لأني خفنا ننسى واحد، لكن هو تأسس الصم في شارع البزار في بنغازي، وفي في الستينات، وبعدها انتقلنا لجمال عبد الناصر، وبعدها انتقلنا لقوارشة، وها نحن الآن أمامك ننتقل من مدرسة لمدرسة ومن مؤسسة لمؤسسة باش نقدر نوصلوا رسالتنا كيفنا كيف الأسوياء. هل النشاط مثلا مستمر في المدرسة ذلنا، ولا بسبب ضيق الوقت يعني 3 ساعات بس أثر على نشاط الطلاب؟ هي طبعا هو تو الفترة الحالية هذه فترة استثنائية يعني، والنشاط مصاحب لكن مش بنفس الزخم وبنفس القدرات اللي كنا نشتغلوا من خلالها. عندكم نشاط جديد يعني الأسبوع الجاي، لو تقدر تحكي لنا عليه. حاليا طبعا في بداية العام الدراسي ونظر لضيق الوقت، ونبغى نديروا احتفالية بسيطة بمناسبة المولد بإذن الرحمن الرحيم، وبمناسبة افتتاح العام الدراسي، بمناسبة كتابنا الجديد اللي أول مرة ممكن الأستاذ علي حكاكم عليه، أول مرة يكون عندنا كتاب خاص بالصم والبكم، فقلنا إن يعني خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله نبغى نقدم احتفالية بسيطة صغيرة هيك إذانا ببدء العام الدراسي، وحيكون عندنا أعمال متتالية، لكن حاليا مسرح ما خدمنا شيء لأن الوقت ضيق وبنكثفوا. هذه هل تحتاج وقت للتدريب؟ تحتاج وقت يعني مكثف؟ طبعا بالنسبة للصم والبكم بالذات يسمعوا ويفهموا، قصدي يفهموا بسرعة وينسوا بسرعة، ولذلك مهم جدا انك تكرري الإيماءة او تكرري الدرس مرة واثنين وثلاثة الى ان توصلي معهم النتيجة. شو يأثر على نفسيتهم خاصة لما يكونوا موجودين قدام أهلهم وأصحابهم في المسرح ويديروا العمل يعني اللي ملفت للنظر، شنو يأثر عليهم نفسيا؟ أنا ما حد يقول لك على الكلام هذا إلا أنا، لأني أنا الفنان مكافأته كلها في الدنيا هي التصفيقة، والناس لما ينبسطوا من خلال العمل اللي يقدم هم نفس القصة، يعني تجديم سعداء لدرجة أنه يقعدوا فخور بنفسه وفخور بعمل اللي يقدمه. معنا أستاذ معاذ بعيو وهو أحد أولياء الأمور، أهلا بك أستاذ معاذ. أستاذ معاذ يعني لاحظنا وجودك في يعني تقعد في سيارتك ولا في يعني في الفناء الخلفي للمدرسة تستنى في ابنك. أولادنا أحدنا هي مدرسة طبعا نحن قاعدين فيها مؤقت، طبعا قاعدة في سياراتنا خلف. ليش المضطر انك تقعد في سيارتك تستنى ابنك مثلا من الساعة 2 للخمسة؟ أول شيء ما عندناش مقر يعني أولياء الأمور هنا. ثاني شيء المواصلات، عملية المواصلات زحمة والطريق تقعد ماشي وجاي، فهمت؟ فنضطر نرجو من نروحوا بهم. من الاثنين للخمسة تستنى طالب نين يكمل دراسته، وعندك من هي على حسب علمي بنوتة. يعني بنوتة. شن اسمها؟ سرور. طيب بالنسبة يعني في البيت هل يعني عرفت أول ما عرفت إن هي عندها مشكلة الضعف السمع، هل بديت يعني مع في المعهد على طول؟ هل في تأخير للبنية في الدراسة؟ لا بالنسبة للسرور يعني كنت نعالج فيها في أول شيء، عالجتها بجميع الطرق، فأنت عديت بها المصر، عديت بها طرابلس، عديت بها وصيت لها على علاج من الدكتور الهاشمي. أجلنا شنو مشكلتها هي؟ هي مشكلتها عند الضعف العصب، العصب السمعي. شنو سببها؟ يقول من عند الله يعني من ولادة. باهي وبعدين؟ بعدها سجلتها في المعهد ما شيء لها والله. أمتى سجلتها؟ كم عمرها كان؟ كان عمرها 6 سنين. يعني في الوقت المفروض تدخل فيه المعهد، وتوا سنة كم؟ قريتها في مدارس خاصة. وأنا ما باش يعترفوا بين الشهادة تاعنا. مدارس خاصة بلغتهم كل شيء في بوهديمة، قريتها كانت في مدارس خاصة بوهديمة بالصم حتى هي أيوة، ما اعترفوش بينا يعني التقرير الخاصة، قالوا لازم نمحها شهادة المحل، فاضطريت إني نسجلها في المحل. هل يعني التدريس في المعهد نفس المدرسة الخاصة ولا في فرق في الجودة؟ بصفة عامة نفس التدريس يعني نفس نفس التدريس نفس إشارة، ما طبعا اللغة بتاعها معروفة يعني. لكن المنهج يختلف ولا نفس المنهج؟ لا المدرسين يختلفوا توا، بالنسبة للدولة اللي جنبنا تونس مصر كان أفضل في واحدين من هنا عند مصر أفضل من هنا يعني في قرايتهم وفي وعندهم مستويات أعلى من هنا. نحن توا خلاص لما توصل مرحلة معينة تعلم مثلا الحام والله صنعة هني خلاص ما عادش يزيد، فهمتي؟ لكن هم عندهم غادي ممكن هو جامعي يخش في الجامعة عادي؟ والله أنا ما فيش في ليبيا
للاسف شيء ما فيش، ما عندهمش مجال مفتوح بك في حاجه كبيرة. حتى العمل تولي وعمل مقدم فيه ما يحصلش، صعب انه يحصل عليه الا بمواسطات ومعارف باش يحصل عمل في الحكومه. يعني حضرتك تقري في بنتك وعارف ان يعني فرصها بعدين ضئيله جدا. شنو انا تو اللي نقري فيها هدفي شنو؟ ان تتعلم القراءه والكتابه باش تتعامل مع الناس، هذا الغرض بتاعي يعني. بس لكن ما فيش طموح اخرى باش تطلع دكتوره او مهندسه او محاميه، وما فيش شيء هذا اللي ما فيش. طيب شو نتمنى من يعني المسؤولين من اللي القيمين على المركز اللي يعني حتى الموضوع هذا يعني المفروض تهتم به دوله. دوله معروفه آه. ما مش فرض يهتم به، فرض شو بيدير؟ شيء ما يدير. ما شكله شيء، نحن مجرد كلام ونعطوا فيه تنبيه لهم بس باش يشعروا حد بالناس اللي عندهم معاقين وعندهم. تو بنتي هذه يعني انا اتمنى انها تقعد دكتوره، تقعد هي حاجه كويسه في البلاد، لكن الله غالب. ما فيش شيء. نقولوا مثلا في المعهد يعني في خطط ان هم بيبدوا يديروا في يعني معهد يكون عالي يعني وازي الجامعه. نتمنى من الدوله فهمت، من المسؤولين يجيبون مدرسين حتى من مصر، بس دوله جنب مصر يدرسهم، طاقم مصر يجي يدرس رقاد الرياح اللي بلكي يستفيدوا منها. ما نبوش يعني نضربوا بين برا ولا نقروا برا، انا يجيبوا لهم هم اللي يجيبوا لهم هذه ما بس مدرسين على اساس يتعلموا بس. انا كل هذا كله غرضنا نبوي يتعلموا علم فقط، هذا يطبينا لهم. للاسف ما فيش شيء، المسؤولين اللي مجمعت على كرسي يبرم بيه وخلاص. شكرا كلمتنا هذه توصلنا ان شاء الله. شكرا لك استاذ معاذ. مشاهدينا يعني بجموع الاستاذ معاذ ولي الامر، حبينا ان نحن نختم حلقتنا اليوم من الباركين بتاع مدرسه شهداء جنين اللي واخذها معهد الامل لصم وضعاف السمع. ننتقل الان الى الاستوديو.